استاذ حمدي، وعايز اسالك، متفائل ان احنا نرجع بعدد ميداليات كبيره من الاولمبياد؟ انا رحت لباريس بسرعه بس عشان نختم باولمبياد باريس. اتمنى ان شاء الله. طبعا هو العدد المتوقع من 6 إلى 8 ميداليات. يمكن البطوله اللي فاتت كانت اكبر عدد حققناه في طوكيو، كانت 6 ميداليات. مفروض ان احنا المره دي بنلعب على من 6 إلى 8. فاتمنى ان شاء الله. طبعا المنافسات صعبه جدا جدا، صحيح، بس انا اتمنى ان يكون في من الميداليات دي ميداليه لفريق جماعي ان شاء الله. يا رب. منتخب كره اليد اللي عمل مباراه رائعه النهارده امام فرنسا، خساره ان احنا ما كسبناش. يا رب ان شاء الله. او منتخب كره القدم، اعتقد ان الميداليه في لعبه جماعيه هيكون ليها قيمه كبيره جدا. صحيح. اتمنى ان شاء الله. صحيح استاذ حمدي، شرفت ونورت، كنت سعيد جدا بتواجد حضرتك. ربنا يخليك، شكرا. وشرف ليا كريم. شكرا.